هنصورها. ادي الشمس هنبدأ من هنا. اول كوكب جنب الشمس اهو ميركوري اللي هو بيسموه الزئبق. الرقم اللي جنبه ده مش لانش ديت. دي المركبة سفينة الفضاء اللي راحت له كان اسمها ماسنجر سنة 2004. وبعدين فينوس اللي هو ده فينوس اللي هو المزين ده كان سنة 1989. والمركبة سفينة الفضاء كان اسمها ماجلان اللي راحت. وادي الارض بتاعتنا اهي والقمر بتاعها. والاوربتر اللي راح حوالين القمر كان اسمه جاليليو اوربتر سنة 1989. وبعد كده مارس اللي هو بقى كل الحكاية عليه دلوقتي اللي هو جوبيتر يعني. واول اوربتر راح له سنة 97 كان اسمه جلوبال سيرفير. ده القمر الصناعي اللي راح عشان يصور يقعد يلف ويصور مارس. جوبيتر ده كوكب غازي ملوش حتة صلبة يعني. جوبيتر الهابل تلسكوب هو اللي صوره. مفيش عندنا حاجة راحت لجوبيتر. الكلام ده سنة 1990. ساترن برضه من الكواكب الغازية. المركب اللي راحت له اسمها كاسيني اوربتر سنة 97. خلي بالك جوبيتر ملناش فيش قمر صناعي بيلف حواليه. مفيش حد راح له يعني. يورانوس سنة 77 ده اللي اتصور عن طريق حاجة اسمها فويجر. ونبتون سنة 77 وفويجر 2 ده نبتون. أبولو بعيد بعد كده أبولو بس دلوقتي طلعوه من الخريطة.